الحقيقة أول ما بلشت الأحداث أنا أولادي كانوا كلهم صغيرين، يعني عن جد خفت عليهم وطلعت وطلعت وما شفت أي شيء. وهي أول مرة يعني إنه كنت بطلع بترك الضيعة وهيك بيتهم بطلع، كتير صعب والله. إنه هنيك يعني كنا كمان عايشين، بس لما صار الحرب وكل جينا لهون يعني حسينا هون أمان وأحسن. حلو باخده، حلو بجنني لأنه أنا من هون رايح الحلب يستوي. حلو حلو خدي. هنا راح كمان راح يلعب ويسوي شيء جميل، راح تتعلم الكتابة كمان، لكن عندنا راح تتعلم أشياء كثيرة. والله هلا يعني أول شغلة هون، أول شغلة يعني هدفي الأول إن واحد يعرف يتعلم حكي، لأن إذا واحد ما تعلم يحكي صعب يشتغل. بدي الله هيك يحمي له هالولاد ويحمينا هونيت ويتعلموا هالولاد يصيروا هالولاد، يعني أنا طلعت كرمالهم. اللي هي القصد تبقى انه هذول الاثنين يكونوا معكم بحيث انه بقرب هي السنه اخيرا في شهر نوفمبر يكون صار انتم سنه كامله، صح؟ بحيث انه انتم كل شيء يكون مجهز عندكم، انه معزنين كل شيء، كل شيء مع التوازن.